إحدى أكثر الطرق استعمالاً في مجال التجارة الإلكترونية هي طريقة الدروب شيبينج. لكل من لا يعرف ما هي هذه الطريقة، يمكنكم الضغط على المربع المبين في الفيديو أو الضغط على الرابط المبين في وصف الفيديو لكي تفهموا ماذا تعني طريقة الدروب شيبينج. في هذا الفيديو سأطلعكم على حسنات وسيئات هذه الطريقة لكي تكونوا مستعدين لمشروعكم بطريقة الدروب شيبينج. مرحبا، أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست. حسنات طريقة الدروب شيبينج هي: أولا، لا تتطلب استثمار أولي كبير. في طريقة الدروب شيبينج لست بحاجة لشراء منتجات وتخزينها في مستودع، فأنت تدفع فقط للمورد جزءا مما يدفعه العميل بالصفقة. ثانيا، يمكنك العمل بطريقة الدروب شيبينج من أي مكان في العالم. إذا يوجد لديك موردون تعمل معهم، فيعني ذلك أن لديك شركاء يعتنون بكافة الجوانب العملية لإدارة نشاطك التجاري، بينما أنت ستكون مسؤولا عن الجوانب الرقمية مثل إعلان المنتجات، تسويق المنتجات، تحسين صفحات المبيعات، خدمة الزبائن وأخرى. ثالثا، بيع عدد لا نهائي من المنتجات. سواء كنت تقوم ببيع حقيبة هاتف نقالة بقيمة 1 دولار أو قطعة أثاث بقيمة 2000 دولار، فإن مقدار العمل بالنسبة لك هو نفسه. كل ما تحتاج بشكل أساسي هو نقل المعلومات الطلبية إلى المورد الخاص بك، وهو الذي سيهتم في شحن المنتج. حتى لو كان مخزون المورد محدودا أو لا يستطيع التعامل مع حجم طلباتك، يمكنك التعامل مع مورد آخر للعمل معه. أما بخصوص سيئات طريقة الدروب شيبينج، أولا، عدم السيطرة على المشروع. جميع المنتجات التي تبيعها لا تراها ولا يمكنك السيطرة على شحنها أو جودتها أو تغليفها، فكل ذلك سيكون بسيطرة المورد الذي غالبا ما يكون في الجانب الآخر من العالم ولديه ثقافة تجارية مختلفة عن ثقافتك. ثانيا، الازدحام. بسبب سهولة الطريقة نلاحظ بالسنين الأخيرة عدد كبير من الأشخاص يعملون بطريقة الدروب شيبينج، وبعضهم لم يتعلموا الطريقة كما يجب، مما يسبب بالمنافسة الشديدة بين التجار. ثالثا، أوقات الشحن. إحدى أهم العوامل لدى الزبائن هو عامل وقت الشحن، أي متى سيصلهم المنتج، وأيضا على هذا العامل لا يمكننا التحكم به. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وأضفت معلومات جديدة لكم. وبخصوص سيئات طريقة الدروب شيبينج، يمكننا التصدي لها من خلال العمل مع موردين مهنيين وأمنين. سيكون فيديوهات أخرى تشرح لكم كيفية إيجاد موردين بالصفات هذه. لذلك لا تنسوا الضغط على سبسكرايب لقناتنا والضغط على الجرس لمتابعة كل ما هو جديد في عالم التجارة الإلكترونية والدروب شيبينج. وإذا أحببتم هذا الفيديو اضغطوا لايك، وأنصحكم أيضا الاشتراك في صفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة آخر الأخبار بخصوص ربح المال من موقع إيباي وموقع أمازون. سألقاكم في الفيديوهات القادمة، وشكراً.